شكرا لكم، كل التحيه طبعا لكل مشاهدينا نجوم الاستوديو التحليلي. فوز اكيد مهم، وزي ما اكدنا قلنا مع التلاحم الكبير وضغط المباريات الهدف اكيد بيكون حصد النقاط. الطريقه والاداء وكل الامور دي هنتكلم فيها طبعا مع الكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي. ببارك لك يا كابتن سامي. النهارده الهدف اكيد اتحقق بالنسبه للثلاث نقاط، عندنا ضغط كبير وبنحضر للمباراه، ومباراه بعديها على طول مباراه بلاتينيوم، لكن النهارده اكيد كان في تركيز كبير في المباراه. مستر فايلر الجهاز الفني، كلمنا كده عن المباراه وتحضيرها كان ازاي، وشايف الاداء النهارده ازاي كابتن؟ طبعا مباراه صعبه، ومباراه الدوري انت يهمك ان انت تعمل تواصل سلسله النتائج اللي انت عملتها الايجابيه. تعرف كل المباريات صعبه، كل الفرق دلوقتي بتكافح اللي هي بتقاتل قدام النادي الاهلي، كل فرقه عاوزه تبقى الفرقه الاولى اللي تاخد نقاط من النادي الاهلي. لكن الحمد لله كان عندنا تصميم كويس وتركيز كويس، واللعيبه الحمد لله ادت، شايف يعني الحمد لله باداء كويس، وكنا الحمد لله مسيطرين على الماتش معظم اوقات المباراه، وقدرنا نسجل ثلاث اهداف واضعنا برضو فرص كتير. لكن الحمد لله في مكاسب كبيره، واولها يعني رجوع مروان للتهديف وعوده الثقه ليه، ودي حاجه مهمه جدا يعني. بدايه كويسه للكهرباء طبعا، ان شاء الله نتمنى له انسجام اكتر ويتاقلم مع الفرقه اكتر ان شاء الله، ولاعيب كبير وان شاء الله يقدر يخدم النادي ويخدم نفسه ان شاء الله. كل مباراه رغم الغيابات اللي عندنا كتسالف في المحيط بالفرقه لكن زي ما بنقول الاهلي بمنحضر الكل بيكون متواجد. بنشوف متولي النهارده في نص الملعب، بنشوف الراجل بيحاول ان هو يوفق الامور، بيطلع قفشه بيطلع ديانج، يعني بيحاول ان هو يشوف حلول جديده، لان التلاحم الكبير ده هو اللي مأثر علينا كده يا كابتن. انت مهم جدا يعني مع تلاحم المباريات ديت، انت بتلعب دوري وبتلعب كاس بتلعب افريقيا، مهم جدا يكون عندك اللعيبه كلها جاهزه. يعني انت عارف لعيبه النادي الاهلي الحمد لله كلهم لعيبه جيده، لعيبه مميزه جدا يعني، الراجل بيشتغل معاهم مع الكل فرقه وبيدي لكل ناس الفرص. النهارده بتلاقي بتشوف النهارده مثلا زي ما انت قلت جيراردو النهارده موجوده في التشكيل الاساسي، جونيور بيرجع يلعب في مكانه تاني، متولي وجوده وكهربا وجوده مع الفرقه، فاعتقد الحمد لله الحاجات دي بتدي قوه للفرقه وبتدي منافسه كويسه للفرقه. مع طبعا عوده اللعيبه المصابه اعتقد ان شاء الله هيبقى في منافسه كبيره، وطبعا في صالح الفرقه كل ده يعني. بتكلم على كهربا بالتحديد، يمكن الدور الاداري بالنسبه للنادي الاهلي والتعاقد تم خلاص انتهى، الدور اللي جاي بقى على كهربا مطلوب منه ان شاء الله الفتره اللي جايه التركيز والمسانده والدعم الكبير، لان خلاص النادي الاهلي داخل في مرحله مهمه جدا. تتفق معايا في الكلام ده ولا لا كابتن؟ كهربا من اللعيبه الكبيره اللي موجوده في مصر يعني طبعا، واضافه كبيره للنادي الاهلي واضافه كبيره جدا لمنتخب مصر، لكن احنا مش عاوزين نحطه تحت ضغط يعني، احنا متعاقدين معاه عشان هو لعيب كبير وعنده خبرات وهيقدر يفيد الفرقه. هيبقى محتاج وقت زي ما انت قلت، ممكن محتاج وقت، ممكن يكون هو صاحب القرار، لكن ان شاء الله احنا عندنا قناعه كبيره فيه، والراجل عنده نفس القصه مقتنع بيه جدا ومقتنع بامكانياته بيساعده، دليل اللي هو النهارده بيدخله واحده واحده، ان شاء الله يعمل تاريخ كبير في النادي الاهلي، لان لعيبه مميزين جدا يعني. بلاتينيوم والهدف القادم بالنسبه للنادي الاهلي، عندكم رحله شاقه كده يا كابتن سامي، لكن النادي الاهلي متعود على كده الترتيبات التحضيرات السفر، يعني حطينا في اجواء مباراه بلاتينيوم، لان خلاص المباراه دي انتهت بكل ما فيها باهدافها بكل الاداء اللي فيها. انت عارف دايما النادي الاهلي دايما بيفصل بعد كل مباراه، مباراه كبيره جدا اللي جايه بغض النظر على المنافس، شفت ترتيب المجموعه دلوقتي وكل الفرق عندها فرص، لكن ان شاء الله يكون احنا بايدينا ان شاء الله نقدر احنا يعني ان شاء الله مصيرنا ان شاء الله بمكسب كويس، وان شاء الله نتربع على المجموعه ونحقق الهدف ان احنا نصعد يعني، لان ده الطبيعي النادي الاهلي بخبراته وامكانياته وقدراته، واعتقد ان شاء الله اللي نعدي المرحله ديت ونركز ان شاء الله في الادوار النهائيه ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا، بنشكر اكيد.